تويوتا فورتشنر موديل 2006 هي السيارة الموجودة معنا اليوم على البلاتو اوتو فوكس. It's an SUV, it's a mid-size SUV من تويوتا، انطلقت بالسنة 2006 كان أول موديل وموجود معنا اليوم بالستوديو. It's a family car بامتياز، it's an SUV كمان very robust، قوية السيارة، فيها أكيد تروح لوين ما كان، all terrains فيها تنساء. الميزة فيها هي 7 seats من جوا، وبنفس الوقت كمان الديزاين تبعها يلي بنفس الوقت بيشبه الـ SUVs اليابانية والـ SUVs الأمريكان، فمش هيك ناجحة السيارة كثير بأمريكا. الفورتشنر مثل عم نشوفه قدام، رح نوقف نتفرج على شكلها مع أكيد الميزات يلي فيها. الفوغ لايتس هن الاديشنال فيتشرز الموجودة على السيارة الموجودة معنا اليوم، كمان الباي هيد لايتس من قدام والإشارة، وشكل أكيد الجريل اللي كتير حلو مع شكل ايروديناميك حتى يكون السيارة ثابتة على الأرض. رح نكفي ونشوف السيارة أكثر من كل النواحي قبل ما نفوت لداخلها ونشوف الميزات اللي جوا. هلا البيس تبعيتها للسيارة على أي موديل كانت على تويوتا هيلكس يلي كمان سيارة كانت ناجحة معهم. الموتور تبعها 2.7 VVTi يلي أكيد بيعطي قوة دفع بتقارب 241 حصان، which is أكثر من كافي إنه تشد السيارة وبتطلعها وين ما كنتوا رايحين. 16 انش الالوي تبعها او الجنوطه، بس كمان بنلاحظ انه وقت سمعت 16 طلع بالسياره قلت انا اكيد مش معقول تكون 16، بس عم نشوف الجام تبعيه الدواليب عالي جدا، وعلى فكره their new wheels 4 new wheels موجودين عليها. كمان سايد ستيب لكل الاشخاص القصار او بحبوا يطلعوا بالسياره بطريقه اريح موجوده كمان على السياره. هدول من الاديشنال فيتشرز اللي بيجوا بقلب الاس يو فيز وكثير مهمين، وانا برايي السايد ستيب المفروض يكون موجود على كل الاس يو فيز، كمان بالاضافه للروف راك. هنا عم نشوف الاكزوست تبعها الاس ار 5، اكيد ون اوف ذا اديشنز اللي بتجي فيهم الفورتشنر. راح نشوف ال 7 سيتس من خلال الصندوق تبع السياره، اكيد ذا ريتراكتبل هذا الصندوق، اذا بنسكر السيتس بصير عندنا فسحه اكثر، بس 7 سيتس يعني بيرفكت فور جورنيز او رحلات طويله، مريحه الرايد بقلبها حسب اكيد الريفيوز اللي كنا عم نشوفها على كذا ويب سايت، بيحكوا عن التويوتا فورتشنر از ا فيري كومفورتبل رايد، ان اس يو في معمول لكل الاشخاص مش بس للفاميليز، كنا عم نقول لكم فاميليز بس مين ما كان اكيد يسوقها. هيدي السياره من سنه 2006 ماشيه 79,000 كيلومتر، which is an okay mileage لسياره تقريبا 7 سنين صار لها على الطرقات. 118 نيوتن متر على 5200 برمي بالدقيقه. 4 سبيد اوتوماتيك، رح نكون عم نفوت هلا لداخل السياره تفرجيكم اكثر عنها، تكون تستكشفوا هالسياره. اكيد الفرش الباج يلي موجود بقلبها، كمان شيء كثير مهم نقوله هو الاي اس بي الالكترونيك ستابيلتي بروجرام يلي اكيد بيعطي السياره ثبات على الارض، بيشتغلوا مع الاي بي اس اي بي دي والبي اي اس سيستم، اكيد في راديو وكمان سي دي بلاير كلايمت كنترول. عم نشوف كل شيء مرتب قلب السياره، فيها تنساء اول ويل درايف، فيها تنساء تو ويل درايف حسب اكيد البريفيرد ميثود اوف درايفنج تبعيتنا. بنفس الوقت كمان عندنا كنا نحكي عنه الفور اوتوماتيك ترانزميشن يلي موجود بقلبها، كمان عندنا يعني قصص هيك ميزات صغيره فينا نحط العوينات فيها، الهاند راست اكيد فتح وفي سبيس كثير بقلب الهاند راست. السياره مثل ما عم نشوف سمبلستيك من جوا، اتس فيري جود براجماتيك، يعني واحد بيستعملها بطريقه بلا ما يتعذب فيها اكيد ويفكر كثير. كمان فيها اير باجز على الجوانب تبع السياره ومن قدام حتى تحمي اكيد كل الاشخاص. ننتقل ونشوف شكلها الامامي ونخبركم اكثر عن الموتور تبعها يلي اتس ا 4 سلندر موتور، وهال 4 سلندر موتور مثل ما قلت لكم 241 حصان بيعطيها قوه دفع 2.7 لتر VVTi، اكيد مقيده على جانب السياره حتى تعرفوا اكثر. كمان هيك قصص صغيره كنت عم اقول لكم عنها، الفوغ لايتس الكلايمت ملتي زون، كل شخص فيه يتحكم بالكلايمت تبع السياره مثل ما هو بده لميلته. كمان شغله كثير مهمه نقولها، ات واز ماركتد وين ما كان بالعالم از ا فيري سكسسفل كار، فمشان هيك اكيد نحن اليوم موجوده معنا حتى كل الاشخاص اللي حابين يشوفوا تويوتا فورتشنر او يشتروها من اوتو فوكس. سعرها كثير مغري اللي هو 24,000 دولار امريكي، اكيد لكل الاشخاص اللي حابين يعرفوا اكثر عن السياره
فيكم تتصلوا على ارقام اوتو فوكس يلي عم تقطع على الشاشه، اكيد رح تكون موجوده بالام تي في لمده تقريبا 48 ساعه، فاكيد هوري اب وتعالوا شوفوا السياره اذا عجبتكم. بذكركم كمان شغله صغيره، wheelers.com.lb فيكم تفوتوا على الهيد ويب سايت تكتشفوا كل السيارات الموجوده بالسوق 0 كيلومتر وتشوفوا اكيد اللي بتعجبكم اذا بحال عم تفتشوا على السياره. تويوتا فورتشنر موديل 2006، انجوي.